بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونذرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. الجنة لمن أطاعه ولو عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. وقال الله تعالى في كتابه قولا بهيا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، يا له من نبي لو رأيته لرأيت وجها قمريا وحبيبا أزهريا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الطلبة الأماجد، فضيلة الأستاذ مدير المعهد حسن جفري ونائبه الشيخ الأستاذ نجاح الأمام والشيخ الأستاذ زها فائد، وأيضا رئيس الجامعة الصي لهذا المعهد الأستاذ الدكتور علي أشهر. الحمد لله استمعنا هذه الليلة المباركة لأن نحاسب أنفسنا على تقدمنا في الأمور كلها، وبالخصوص تقدمنا في العلم والمعرفة، ولا يمكننا معرفة ذلك إلا بعد وجود المحاسبة المتواصلة. فقد طلب مني رئيس الجلسة ورئيس هذا المعهد أو مدير هذا المعهد ونائبه تتعلق بالتوجيهات والإرشادات أشياء التي تهمنا في طلب العلم، وبالخصوص في تركية لغتنا العربية. كلنا نحب اللغة العربية، لساننا يود أن ينطق هذه اللغة، فكيف لا؟ طبعا هذه اللغة هي لغة خالقنا الله، هذه اللغة هي لغة أهل الجنة، هذه اللغة هي لغة القرآن، هذه اللغة هي لغة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن نؤمن تمام الإيمان، فكيف لا نحب هذه اللغة؟ فلذا لا يمكن معرفة أسرار هذه اللغة وأساليبها إلا من قد تذوق وتلذذ بهذه اللغة. لذا أي طالب من الطلبة في دراسة هذه اللغة قبل كل شيء، النصيحة الأولى لكم جميعا: لا يكون هناك يأس، لا يكون هناك قنوط، لأجل أن يكون لكم تمام المعرفة في دراسة هذه اللغة وأساليبها. كل من يعرف هذه اللغة وأساليبها يمكن أن يكون بعد ذلك من أهل التفسير، من علماء التفسير، والذي سمي في الاصطلاح التفسير بالرأي. وطبعا التفسير بالرأي يعتمد على اللغة، يعتمد على أساليب وأسرار هذه اللغة. وإذا كنا نتبحر هذه اللغة يمكن معرفة تفسير الآيات البينات، يمكن معرفة أسرار هذه الآيات البينات،
ويمكن نتلذذ بقراءة هذه الآيات البينات. نقرأ القرآن ولا نشعر وجود تلذذ بقراءتنا من هذه الآيات البينات، وما السبب؟ وجود الياس. ربما هناك من يعرف اللغة العربية ولكنه لا يريد المواصلة والاستمرار في دراسة هذه اللغة، يتوقف أثناء دراسته، ربما بعد تخرجه من هذا المعهد يكون مكتفيا. نكتفي بعد هذه المرحلة إلى أن نتوظف بعد ذلك. وطالب العلم لا ييأس، وطالب العلم لابد أن يكون له همة كبيرة والحماسة العالية في دراسة اللغة، لأن مصدر جميع هذه العلوم التي كنا نتعلمها، التي كنا ندرسها، تعود إلى القرآن الكريم، تعود إلى لغة هذه الآيات البينات. لذا النصيحة الأولى التي كنا لابد أن نتمسك بها عدم اليأس. ربما البيئة المحيطة التي كانت لدينا، أو ربما آباؤنا وأمهاتنا، خلاص يا ولد تكتفي بدراستك في المعهد إلى هذه المرحلة، فعليك الآن بعد هذه المرحلة تتوظف، تعمل في الحكومة، تعمل في الباخرة، تعمل لأجل الحصول على المعيشة. ولكن هناك أشياء كثيرة وأنتم شباب، الشباب يحتاجون إلى طول الوقت وطول المدة في طلب العلم والمعرفة، لابد من مواصلة هذه الحماسة، ولا تكتفي هذه الحماسة بعد نهاية المرحلة التي كنا أخذنا ودرسنا هذه العلوم الموجودة في هذا المعهد. لابد من مواصلتكم إلى إحدى الدول العربية للحصول على الشهادة، وهذا أيضا مستقبلكم. وطبعا الله سبحانه وتعالى يضمن طالب العلم في معيشته، في رزقه، وأيضا لم يكن هذا الضمان لهذا الطالب، الضمان يشمل لأهل هذا الطالب، أهله، آباؤه، أمهاته، كلهم جميعا مضمونون من الأرزاق من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الطالب يجد، يجتهد، يريد أن يستمر، يريد أن يواصل، لا يتوقف من الدراسة، لا يشبع من العلم، يريد أن يكون لديه معرفة واسعة، خاصة فيما يتعلق بالعلوم القرآنية، خاصة فيما يتعلق بالتبحر من معرفة أسرار اللغة العربية بواسطة هذه الآيات البينات. لذا النصيحة الأولى التي لا بد علينا الاعتماد عليها هي عدم اليأس. وكيف يكون لساننا طلقا وأصبح سلسا في تركيب الجمل العربية، في تركيب العبارات العربية، لم يكن سوى عدم اليأس. ويمكن لأجل تحقيق هذه النصيحة الأولى وهي عدم اليأس، نحن ندرب أنفسنا، وأنتم جميعا تريدون أن يكون لسانكم ناطقا بهذه اللغة، لسانكم محبا لهذه اللغة، لسانكم متلذذا بهذه اللغة. مع هذه النصيحة الأولى عليكم بمواصلة التمرين والتدريب،
المستمر والمتواصل. التدريب المتواصل والتمرين المستمر هو مفتاحكم لأجل اتباع بهذه النصيحة الأولى عدم اليأس، لأن التوقف، لأن وجود الكفاية من دراستكم باللغة العربية بالعلوم القرآنية هذه مما دل على أنكم يائسون، لذا لا تتوقفوا، لا تشعروا بالكفاية في طلب العلم، وبالخصوص في معرفة أشياء كثيرة من هذه الآيات البينات من كتابكم المعتمد. هناك الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر، فإن كان يحب القرآن، فإن كان يحب لغة القرآن، فإن كان لسانه ناطقا بلغة القرآن، فإنه يحب الله ورسوله. ألا تريدون أن يكون لسانكم ناطقا بهذه اللغة؟ ألا يكون لسانكم متلذذا بهذه اللغة وهي لغة خالقكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذه اللغة هي مفتاح العلوم. إذا كنا ننظر إلى ما ورد من كتب التفاسير، كتاب تفسير الجلالين، التفسير بالرأي، التفسير باللغة، المفسر الإمام جلال الدين السيوطي والإمام جلال الدين المحلي يأتون هذا التفسير من هذه البينات بعد تبحرهم وتوسعهم بهذه اللغة، لذا يقال هذا التفسير تفسير بالرأي. لا يوجد كثير من أسباب النزول في هذا الكتاب، في تفسير الجلالين، تفسير الكشاف يعود إلى قوة اللغة لهذا المفسر الإمام زمخشري، التفسير بحر المحيط لابن الحيان، تفسير بالقواعد النحوية والصرفية. إذن هناك الكثير من كتب التفاسير تعود إلى قوة معرفة أسرار هذه اللغة. ألا تريدون أنتم يكون لديكم قوة عميقة في اللغة العربية وأسرارها وأساليبها؟ لا تكتفوا بعد نهايتكم في المرحلة التي درستموها في هذا المعهد، فعليكم أن تجعلوا همتكم إلى أن يكون لديكم اللذة. ها هي النصيحة الأولى. ثانيا، أي النصيحة الثانية، لابد ممن يتكلم بهذه اللغة لديه الثقة بالنفس. هناك الكثير من أهل العلم والمعرفة، ولكن عند عدم وجود هذه الثقة لسانه يتوقف، لسانه لا يتكلم، وإن كان له معرفة واسعة في اللغة. وربما مع وجود الاعتذار، أنا أستحي، أنا أخاف، أنا، كل هذه الأعذار غير مقبولة. لذا من يدرس هذه اللغة ومن يريد أن يكون لديه لذة بهذه اللغة، ومن أراد أن يواصل في تدريب هذه اللغة ومعرفة أساليبها، لا بد أن يكون له الثقة بالنفس، لأن الثقة بالنفس هذه مما تجعلكم طلاقة اللسان، طلاقة اللسان سلاسة الكلام. وطلاقة اللسان لا يمكن تحقيقها إلا بواسطة الثقة بالنفس. واحد لديه علم ولديه معرفة عميقة في اللغة، يقوم على المنبر يلقي أمام الكثير من الحاضرين والمستمعين، وللأسف مع عدم الثقة بالنفس
كلامه يتتعتع، لسانه لا يتواصل، كل ذلك السبب يعود إلى قلة الثقة بالنفس. فلذا إذا أمكن لابد أن يكون لكم الثقة بالنفس. تحفظون المفردات والكلمات، تركبون الجمل والعبارات مع هذه المفردات والكلمات، ثم تناسبونها، تناسبون هذه الكلمات والمفردات أثناء تركيب الجمل والعبارات بالقواعد النحوية الصرفية، أو ربما إلى أعلى ما يكون بالبلاغة. بعد ذلك تحصلون على لذة، تجدون هذه اللذة في ألسنتكم. وطبعا اللذة هذه مع الثقة بالنفس. وإذا كان لديكم هذه الثقة بالنفس، لا يمكن أن يكون لسانكم متخليا بأي تركيب من الجمل والعبارات مع هذه اللغة. كلما تعمل شيئا، تكتب شيئا، تتكلم مع واحد من أصحابكم، أو ربما تفكرون أشياء، كأن هذه اللغة لا تريدون أنتم أن تتخلوا بها، تريدون أن تكون هذه اللغة معكم، وفي أي مكان تقومون بها، تعملون بها. فلذا الطالب إذا وصل إلى هذه اللذة في اللغة، يحس ويشعر أنه لا يتخلى بأي حال من الأحوال، بأي وضع من الأوضاع، في أن يكون لسانه ناطقا بهذه اللغة. ها هي النصيحة الثانية لأجل أن يكون لكم لذة في اللغة. لقد قلنا لكم أدم اليأس مع التمرين والتدريب، ولكن مع الثقة بالنفس فعليكم التعويض. التعويض بمعنى أدم التخلي. وإذا وصلتم إلى هذا التعود، بعد ذلك يمكنكم الوصول إلى التلذذ. ها هي اللغة التي نحبها. نعم، أنتم تدرسون كتب الفقه، كتب التفسير، والقواعد النحوية الصرفية. ما جدوى هذه القواعد؟ سواء كانت نحوية أم صرفية، عند عدم النطق، عند عدم التدبيق، عند عدم الممارسة. إذن وجود هذه القواعد كعدمها، فلا بد من وجود تدبيق. وأنتم طلاب هذا المعهد، لا سيما كما سمعت من مدير هذا المعهد ونائبه، أن في هذا المعهد منطقة عربية. وجود هذه المنطقة العربية مما تجعلكم ناطقين بهذه اللغة، وليس هناك شيء ما يحث ويحد عليكم وجود الحياء أو الحشمة. ارموا هذه الحشمة وهذا الحياء. لماذا؟ لأنكم في منطقة عربية، ولا يجوز أي واحد في هذه المنطقة ينطق لسانه بغير اللغة العربية. والنصيحة الثالثة، لأن المدة طبعا محدودة، النصيحة الثالثة، لا بد أن يكون لكم مثل أعلى، لأن المثل الأعلى، إذا كنتم مثلا تريدون نوم أو تريدون المطالعة والمراجعة أو تريدون أن تعملوا شيئا، تعودون إلى هذا المثل الأعلى. فمن يكون هذا المثل الأعلى؟ تكتبون ربما تاريخ أو سيرة حياة الإمام الشافعي. يمكن اقتباس هذه السيرة في كثير من الكتب، كتب التراجم، أو ربما للإمام الذهبي سيار أعلى من نبلاء. حياة الإمام الشافعي
وكيف يتعلم اللغة العربية وكيف يحفظ الكثير من هذه اللغة وكيف يعرف أسرار هذه اللغة. أو ربما تكتبون سيرة حياة الإمام أحمد بن حنبل لأنه يحب الحديث ويروي الحديث الكثير وصاحب الأسانيد. وربما تريدون أن تتعقلوا وتتلاعبوا باللغة ومعرفة أسرارها، ولم يكن هناك مثل أعلى سوى الإمام أبي حنيفة، لأنه دائما يقيس كل شيء، لكن كل هذا القياس يعود إلى قوة اللغة عنده. فلذا هذه الأئمة تكتبونها وتلصقونها على الجدران أو تلصقونها على دواليبكم، على خزانتكم، كلما تستيقظون من نومكم تشاهدون هذه السير وتقرؤونها. الإمام كلما يقوم من نومه كذا يعمل كذا ويعمل كذا ولسانه ينطق بكذا وكذا وكذا، هذا لأجل الاقتداء بالمثل الأعلى، ولا سيما ما يتعلق بهذه اللغة. فلذا هناك الحديث مما رواته السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعطع فيه وهو عليه شاك له أجران، رواه الإمام مسلم. يعني أن من قد وصل إلى المهارة في اللغة العربية كأنه يقرأ هذه الآيات البينات بالطلاق والسلاسة. القرآن لا يقرأ فقط، القرآن لابد من وجود دراسة، القرآن يدرس، القرآن لابد على من يؤمن به يتبحر بأساليبه ويأمل بما كان لدي هذا القرآن في النطق. نحن نريد أن ينطق لساننا لسان القرآن، نحن نريد أن نتلذذ لساننا، أن يتلذذ لساننا لسان القرآن. كنا لا نشبه القرآن بالمخلوق، لا، ولكن اللغة المكتوبة في هذه الآيات نحبها، وعلامة حبنا وعلامة محبتنا لابد أن يكون القرآن في لساننا. نحن لا نكتفي بالقراءة وفي مهارة هذه القراءة، بل لابد أن يكون لنا مما دل على أننا من أهل العلم في القرآن ينطق لساننا بلغة القرآن. إذن المثل الأعلى من أساتذتنا منهم الشيخ الأستاذ نجاح الأمم والشيخ الأستاذ زه فائد، وأيضا رئيس هذه الجامعة الصيف، هؤلاء طبعا مثل أعلى بالنسبة لكم، لأجل أن يكون لسانكم متلذذا ذائقا بهذه اللغة، ذائقا بلذة هذه اللغة. اللسان إذا لم يذق هذه اللغة العربية فدراسته منذ بدايته كعدمها. يعني الدراسة مع التطبيق، الدراسة مع التمرين المتواصل والتدريب المستمر، الدراسة مع الثقة بالنفس، الدراسة أيضا مع الاقتداء بالمثل الأعلى. ها هي النصائح التي نستطيع أن نعتمد عليها لأجل تقدمنا خاصة في اللغة العربية. نحن لا ننكر وجود هذه العلوم الكثيرة في القرآن، ولكن منبع أو مصدر جميع هذه العلوم يعود إلى هذه اللغة وأسرارها. إذن إذا
كنتم ترجعون من هذا المعهد أو تتخرجون من هذا المعهد بعد تخرجكم لم يكن هناك لذة في ألسنتكم بهذه اللغة وجودكم وبقاؤكم في هذا المعهد كعدمكم فيه فلا بد من وجود اللذة في ألسنتكم هذه لأجل أن يكون هذا اللسان يحس يشعر وجود الإيمان وجود تقوى. كل هذه المصطلحات في التصوف لا يمكن يكون موجودا في قلوبنا يكون موجودا كما تعلمنا إلا مع من قد تلذذ بهذه اللغة في العبادة خاصة في الصلاة. أنتم تقرؤون أو تتلون الآيات البينات، وطبعا لا يمكن وجود الحلاوة في قراءتكم إلا بعد معرفتكم المتعلقة بأسرار هذه اللغة. لعلكم جميعا إن شاء الله موفقون، دائم التوفيق من الله سبحانه وتعالى لأجل أن تحصلوا على التقدم في لغتكم العربية، ولأجل أن يكون لسانكم متلذذا بهذه اللغة، ولأجل أن يكون هناك تواصل دائما وعلى الدوام في دراسة هذه اللغة. نعم، أن الدراسة لا تكون هناك المدة المحدودة. الدراسة خاصة فيما يتعلق بعلوم القرآن وأساليبها ولغتها الموجودة فيه يحتاج إلى طول المدة، وطول المدة هذه كما ورد في الحديث أطلب العلم من المهدي إلى اللحد. فلذا إذا كان هناك شيء يصيبكم مثل الملل والضجر تدربوا وتمرنوا وتعودوا إلى هذه اللغة، جربوا وطبقوا مارسوا هذه اللغة، بعد ذلك سوف تحسون وسوف تشعرون أن هذا الملل والضجر لم يكن في مكانه لم يكن في موضعه. لماذا؟ لأن هذه اللغة شيء حلو لا يحس به إلا من تعلم هذه اللغة، إلا من عرف أسرار هذه اللغة، إلا من عرف أساليب هذه اللغة. فلعلكم جميعا إن شاء الله تعرفون كل ما يتعلق بهذه اللغة من أسرارها وأساليبها من قواعدها وبلاغتها وآدابها. فلعلكم جميعا إن شاء الله موفقون بهذه المعرفة. هذا ما لازم مني تقديمه وبيانه بينكم، والله أعلم بالصواب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا. اللهم احينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء، واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء، وأدخلنا الجنة مع الأنبياء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر سورة الفاتحة.